قتلى ارحم القتلى ارحم القتلى الله 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 يا استاذ عبد الله 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 اهلا يا دكتور. أهلا دكتور احمد الخليع. انا قلت لكم ده يعني مؤسس الفرقه من سنه 1988 وانطلقت الفرقه يعني بعد تاسيسها بشويه انطلقت في العالم كله بيشوفها الاجنبي قبل العربي, يعني قبل الاجنبي يشوفها قبل العربي يستمتع بهذا العزف الرائع والموسيقى. ده كله تراث ولا ده الحان يعني بتحطها حضرتك ولا ايه؟ في ايه؟ بداية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني منورين بلدكم, يعني انت مش هنقول لك مصر بلدكم والمغرب بلدنا. جد فرحين كوننا في مصر وفي القاهرة بالخصوص, بلد الإمام الحسين والسيدة زينب وسيدي عمر ابن الفارض يا سلام والإمام ابن عطاء الله السكندري طبعاً وكل الأكابر. لا بس يعني سيادنا من عندكم كتير, انتوا احكي هيك في المغرب سيادنا الصوفيين كلهم من عندكم. يعني ألف ابن عربي رسالة جميلة سماها عنقاء مغرب في ختم الولاية وشمس المغرب, فأنوار الولاية تشرق من المغرب كما أشرقت أنوار النبوة من المشرق. الإشراق والشروق لا يتعين بمكان بغرب أو بشرق, صحيح, إنما إن كانت أنوار النبوة مشرقية فأنوار الولاية مغربية. الأولياء الأكابر من آل البيت ومن غيرهم, أبو الحسن الإمام أبو الحسن الشاذلي الحسني طبعاً مغربي, الإمام سيدي أحمد البدوي طبعاً في طبعاً طنطا مغربي, سيدي عبد الرحيم القينائي مغربي, والمرسي كمان أبو العباس المرسي مغربي, سيدنا كلهم, إمام البوصيري جده مغربي. أيوة طبعاً طبعاً. في يعني التصوف, أنا تذكرت كلمة كان حكاها لي صديقي الدكتور عبد اللطيف شهبون أستاذ الأدب العربي في جامعة عبد الملك السعدي بتطوان, حكى لي أنه في مؤتمر هنا في كان في القاهرة حول التربية وكل الناس تتكلم عن التربية, وبعد الدكتور عبد شهبون أعطيت الكلمة للمرحوم الكبير فقيد الأدب العربي جمال الغيطاني الله يرحمه. طبعا عمنا طبعا ان التقيناه ورايناه في المغرب يزور اولياء المغرب كثير. يعني هو كان خير يعني من يفهم ويدرك هذا عالم الصوفية العظيم. قال كلمه جميله, كيف تتكلمون عن التربيه انتم واقطاب التربيه من بلدكم. صحيح. فالتربيه الصوفيه لا احد ينكر ان الامام ابا الحسن الشاذلي طريقته انتشرت انتشارا كبيرا. صحيح. في كل المعمور. صحيح انه تلميذ ابي محمد مولانا عبد السلام بن مشيش او ابن بشيش صاحب الصلاه المشيشيه الشهيره. صحيح انه تلميذ, هو انه بحث عن قطب في كل ارجاء اراضي الاسلام حينها حتى وصل الى ابي الفتح الواسطي بالعراق وقال له القطب ببلدك وتبحث عنه عندنا ارجع إلى بلدك تجده. وكان مما أمره به المولى عبد السلام بن مشيش أن يرحل إلى مصر لسر من الأسرار, ومن مصر يعني انتشرت طريقته من حاجة غريبة. يعني النشأة كانت في المغرب والاستقرار بعد شوية جم معظمهم جم مصر. فيهم من جاء إلى مصر ليتوفى بها كالذي تغنينا بقطعته بقصيدته أو مقطعته الإمام أبي الحسن علي الششتري. الششتري طبعا ده مولانا ده. نعم صح. دفين بطينة قرب دمياط. هذا الرجل يعني جاء إلى مصر وفي مصر رأى كثيرا من الأشياء أثرت حتى في شعره. نلاحظها في أشعاره. حديثه عن الأديرة. قال لي احمد حربيه اللي بشكره على ان هو كان على اتصال بيكم عشان تشرفونا زميلنا العزيز,
ان انت ليك دراسات في حتى فيما يتعلق بسيدنا موسى عليه السلام و وخلع الحذاء وعامل دراسات في الحكاية دي. نعم، لأنه هذه المفاهيم هي مفاهيم صوفية، هي في القرآن تحكي قصة سيدنا موسى مثلا أو قصة سيدنا عيسى أو قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن كل ما كانوا يقومون به من تشريع لغيرهم أصبح إشارة ورمزا لنا. فيمكن أن يكون تشريعا ويمكن أن لا يكون تشريعا، يكون أمرا إلهيا أمر الله تعالى. قال لي حربينا حضرتك عندك بتعمل دراسة في فيها تفسير عن خلع سيدنا موسى عليه السلام، هذا حدث في سيناء. يعني سيناء كانت سيناء هذه كلها رموز لأعلى ما يمكن أن يعرف في التصوف عند الششتري. هذا المكان الوحيد اللي في الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى وتكلم. نعم، فمفيش مكان في العالم الله سبحانه وتعالى تجلى وتكلم إلا في هذا المكان. فخلع النعلين في بطول سيناء، يعني حينما خلع موسى نعليه اقتبس منها الصوفية هذا المعنى، لدرجة أن ابن قسي وهو من أكابر صوفية. إيه المعنى اللي اقتبسوه بقى؟ اقتباس خلع الروح بل وخلع الجسد. الله، خلع النفس أصلا، يعني أن ينخلع الإنسان عن كل ما يملك، الخروج من هذا الجسد الفاني. نعم، فموسى خلع نعليه مش مسألة نعلين، هي مش مسألة نعلين. لذلك ألف ابن قسي الأندلسي كتابا جميلا سماه خلع النعلين واقتباس النورين من القدمين. وابن قسي هذا كان يعيش قبل ابن عربي، لأن المعاني هذه تعطي بعدا آخر للمعنى. نعم، ترك الأهل، التوقف عند أنه مجرد حذاء وأنها أرض مقدسة، ده معنى برضو. نعم، لكن المعنى الأشمل والأكثر سموا أن يخلع الواحد جسده الفاني. ثم ترك الأهل، فشرط اقتباس النار تركك للأهل. صحيح، ترك الأهل هو الخروج عن، يعني عن الأهل والمال والولد. يعني الإنسان يقوم بالله ويكون بالله لله، يعني أن يتعلق الإنسان بولده وبأهله وبماله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، التعلق بهما قد يبعده عن الحق عز وجل. فلذلك الصوفية جميعا يتكلمون عن الانخلاع الكلي. بس ليس معنى هذا ترك الحياة، لا الحياة، لأن الناس ممكن تقول لك الصوفية دول عايزين بقى يعيشوا في بتاعه، لا، الصوفية فيهم دكاترة ومهندسين وعلماء وكل حاجة. قولهم موتوا قبل أن تموتوا هو هذا الموت. تمام، مش موت يعني، مش تمام تمام تمام. هناك فرق بين الزهد والتصوف. لا يمكن أن يسمى الزاهد صوفيا ولا الصوفي زاهد. يمكن أن يكون الصوفي زاهدا بمعنى الزهد عنده، ولكن الزاهد أبو العتاهية كان زاهدا لم يكن صوفيا. التصوف هو منبني على فكر أكثر من كونه منبني على إحساس روحي كده. نعم، إحساس روحي، لكنك تعمل وتتحرك في الحياة. يعني أعطي مثلا، نعم، ابن عربي دخل فاس وذهب إلى جامع القرويين وسبقته علومه وأحواله، فخرج الناس يبحثون عنه. طبعا سمعوا عنه، فقال العبارة هي التي تهمني هنا، قال دخلت الجامع القروي وكنت قد لبست لباسا رفيعا، والناس تنتظر صوفيا تظن أن أحواله بلابس صوفة أو قيش وكاع. فلما وقفوا، يعني لما كانوا يسألونه ويطلبون هل رأيت فلانا، لأن ملامحه كانت أندلسية، فيقول لهم ابحثوا عنه تجدوه. ويتكلم بمعنى آخر، يعني لو بحثوا عن حقيقته وجدوه، ولكنهم كانوا يبحثون عن شخصه ويظنون أن التصوف شخص في خيالهم هم. نعم صح. فالتصوف هو يعني في التجرد عن المال والولد والملبس إلى آخره. بس هذا التجرد لا يعني الانصراف. نعم، ولكن يعني ألا يكون الهم هو المال والبتاع، إنما ما ننصرفش عنه.
لذلك حينما يتكلمون عن الحب يتكلمون عن الحب في أعلى مراتبه، لأنهم يقولون يقول الصوفية وابن عربي على رأسهم أن الناس تحب ليلى مثلا التي تغنينا بها، وتحب لبنى، وتحب سعدة، وتحب الرباب، وتحب، ولكنهم في الحقيقة لا يحبون إلا الحق. ومنهم من يحب الدينار والدرهم، ولكنه يحب الحق، لأن الله تعالى تجلى في كل هذا، وكل هذا جميل. صحيح. وهم لا يحبون في الحقيقة إلا الجمال، لأن أصل الحب شيئين اثنين: الأول الإحسان، كل الناس تحب من أحسن إليها حتى الحيوان. صحيح. ثم الجمال، والجمال متعلق بالإنسان. إن الله جميل يحب، وهو صانع الجمال كله. نعم. هو الذي صنعه فخلقه. صحيح صحيح. أحبوه صحيح. عن طريق الجمال. صحيح. نسمع بقى ونستمتع بيكم بقى، الناس كلها مستنياك وتستمتع بهذا الفن الراقي. بارك الله. على فكرة هذه الفرقة الجميلة موجودة في طنجة، ودي حاجة جميلة جدا، وأنا للأسف ما روحتش المغرب يعني كذا مرة، وبعدين ما يحصل ليش نصيب، إنما إن شاء الله يكون لنا حظ. هذه القصيدة للإمام أبي الحسن الشوشتري. الشوشتري. نعم. هو مقتبس عنده من خلال تجواله في سيناء. في سيناء. نعم. كلامه كله عن يقول لك: تجرد عن الأغيار، ادعاء الغيرية لغير الله. قال ابن عطاء الله السكندري: ما حجبك عن الله وجود موجود معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. صحيح. مفيش موجود معاه. مفيش. الله أكبر. تجرد عن الأغيار. إنما أنت بتعيش في وهم أنه هو موجود، مفيش حاجة. تجرد عن الأغيار بالقول والفعل، ولفق شتات الفرع للجمع بالجمع للأصل، ولا تلتفت أهلا وقل لهم امكثوا، فشرط اقتباس النار تركك للأهل. الله الله. وطهر بيوت الله. الله الله. وطهر بيوت الناس من كل صورة، فما البيت إلا القلب إن كنت ذا عقل. أنا بس، أنت بتكتب إيه على الدفات دي يا عبد الله؟ كاتب إيه أنت؟ أولا سعيد جدا بوجودي معكم. ربنا يخليك أستاذ عبد الله، وأنا سعيد معك جدا. سيدي محمود، أنا من أشد المعجبين يا حبيبي. ربنا يخليك ويحفظك يا رب. ربنا يخليك. هذا ياهو. تاني كان في حاجة بقى تانية غير ياهو هنا، الدف اللي قبله كان في شعر، وده برضه في شعر أهو، كله في شعر. نعم. طب قول يا عبد الله، سمعنا. الحب أرقني، والحب أقلقني، والحب يقتلني ظلما وليس يدي، وليس يدي يدي. والحب حملني ما لست أحمله، حتى بقيت له روحا بلا جسدي. الله. طيب يا سيدي قول بقى، الله يفتح عليك. يا دكتور عرفنا بالأساتذة، نعرف أساميهم، دول أساتذة عازفين مهرة جدا. نبتدئ بصديقي هارون، أستاذ هارون طيبول، فرنسي. فرنسي فرنسي مسلم. آه. فرنسي، أستاذ عازف آلة العود، صوفي من زمان يعني من 30 سنة ولا أكثر. فرنسي فرنسي يعني فرنسي أصلي ولا هو متجنس؟ لا فرنسي فرنسي 100% يعني. فرنسي محض. الله من الله. أب وأم فرنسية ومسلم. طيب. مسلم صوفي يعني. تمام. ودارس تمام. للدراسات الموسيقية. أهلا يا أستاذ هارون، ويلكم، ولا نقول لك ايه بالفرنساوي. طيب اخي الاستاذ عبد الله، طبعا عبد الله ده احنا عارفينه، ده صديقنا العزيز. شكرا. اخي وشقيقي الاستاذ اسامه، يعني عازف آلة الكمان الجهير، وهي آلة يعني موسيقى تدخل ضمن آلات الموسيقى الاندلسيه بترتيب خاص. طبعا بس هو بيعزف حلو قوي على فكره، ايده حلوه جدا ما شاء الله عليه. ثم الأستاذ عبد الواحد صنهاجي. يعزف هذا الناي المختلفين عن النايات الأخرى. مختلف أو ده ناي مغربي ولا إيه؟ ده مش عارف. هذا ناي تركي، ناي جلال الدين الرومي، الناي الرخيم. جلال الدين الرومي؟ الرومي. مولانا؟ المولى. نعم مولانا. يعني هو جلال الدين الرومي كان بيعزف عن الناي ده؟ لا يعني ناي زيه يعني. زيه نعم. نفس الإمكانيات. نعم. نفس هو الناي هذا يسمى المنصور ناي، وهو أو ناي المنصور، هو الناي الأساس
في خاصة في موسيقى المولوية. والناي على فكرة الناي عند الصوفية يمثل يعني شيئا عظيما ملك ده حتى إن عبد الغني النابلسي الصوفي الله أصلح كل حاجة الناي دوت دلع ما جابوا حتى خشب زمان وطلعوا منها الصوت العبقري دوت ألف كتاب سماه إتحاف أولي الألباب بالمعاني المستخرجة من الناي والشباب. والناي عند الصوفية هو الإنسان الكامل لأن أصله هو تسمعه كله شجن يعني كله شجن. أهلا وسهلا نستمتع بكم.